للأسف إنه الكتار التهيوا بموضوع النزوح السوري يلي هو مش مستجد، يلي كل عمره الموقف الأوروبي والأممي من النازحين السوريين في لبنان هو موقف بيخلي إنه يستمروا بلبنان، بيدعمهم ماديا بلبنان، ولحديت هلأ بعضهم بيرفضوا إنه يرجعوا على سوريا، وهذا بده علاج سياسي دبلوماسي لبناني. يا ريت سمعوا من رئيس عون وزير باسيل لما نصحوهم من سنة 2011 لهذا الموضوع. أما الشيء المهم جدا فهو اللي مرتبط بملف الفساد وكذلك بملف انفجار مرفأ بيروت، وبزعل إنه كتار ناس مش قارين شو صار، ولا قارين حتى لا المسودات، ولا قاريو القرار يلي بصيغته النهائية صدر اليوم عن البرلمان الأوروبي يلي دعي لإلقاء عقوبات على الفاسدين بجرائم مالية في لبنان، وإلقاء عقوبات على من يعرقل التحقيق بالملفات المالية ومن يعرقل التحقيق بملف مرفأ بيروت. هذا الملف يلي ممنوع ننساه، لأنه انفجار المرفأ قتل ودمر وهجر بلبنان، شو بعد أنه هجر أهلنا وسفك دماء أصدقائنا وأحبابنا وخرب لنا جزء كبير من هذا المستقبل يلي كنا عم نرجع نبنيه بلبنان. القرار مهم، بدعي الناس يقروه لأنه لازم ينقرأ قبل كل شيء ليعرفوا الناس عن شو عم بيحكوا. بدولة بيتغنى شعبها بسقف حرياتهم وإنهم سياديين أكتر من غيرهم، بيحكوا عن دعوات قضائية من هون وسقف الحريات العالية و نسكت وبعم الصمت فجأة بس يكون الخارج خصه بأي موضوع. تصويت شبه بالإجماع من البرلمان الأوروبي لأبقاء النازحين السوريين في لبنان. بلد منهار مفلس، ما في أي مقومات العيش، العالم عم بتعيش يومه بيومه، وبعدين مين بيقرر أنه السوري أن يبقى في لبنان؟ رجعت سوريا على الجامعة العربية ورجعت علاقاتها العربية، والعالم في كتير ناس قررت من العائلات السورية أنها ترجع على بلادها وترجع على مطارحها وتعيد إنتاج حياتها بقلب سوريا بشكل طبيعي. طب النازح السوري اليوم بلبنان شو وضعه؟ أصلاً بصرف النظر عن أنه هيدي قضية وطنية بحتة وسيادية بحتة، وهيدي شغلة اللبناني يكون عم بيناقش مع الدولة السورية سبل وطرق إرجاع النازحين إلى بيوتهم ومدنهم، يطلع هيدا التصويت ليفرجينا مرة جديدة أنه نحن على طاولة شطرنج الدول. برلمان اللبناني وينه؟ كم نائب فقط اللي حكي بالموضوع؟ وين البرلمان؟ ليش ما عنا دعوة لمجلس النواب عاجلة لنكون عم نحكي بهيدا الموضوع؟ ليه ما فينا كدولة سيادية بين قوسين نكون عم نستدعي ممثل لحتى نكون عم نناقش هيدا القرار؟ ما فينا. ليه؟ لأنه معودين أنه الخارج يملي علينا ما نريد. هيدا السيادة برز بحليب، منا سيادة وطنية، ما بيمشي الحال هيك. لما الدولة بدك تقوم لقيامة انت بالبلد على الجيش لما يرحل النازح غير الشرعي، وتبلش أصواتكم تطلع ضد الجيش لأنه عم بيرجع يحافظ على الأمن اللي كان عم يتفلت وأصلاً تفلت بكتير مطارح، هون شو بتكون عم بتقول؟ وبصف مين عم توقف؟ بصف بلدك اللي خلص انهار وفرط وما بقى يحمل؟ هيدا القرار برسم مين؟ لنشوف. من يريد الوقوف على حقيقة ما يجري من أحداث ساخنة على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة ما عليه إلا أن يلقي نظرة على الصحافة الإسرائيلية التي تنقل تصريحات لكبار قادتها الأمنيين والعسكريين الحاليين والسابقين الذين يؤكدون على حقيقة واحدة، بأن قوة الردع الإسرائيلية قد تآكلت أمام تعاظم قدرات حزب الله، بل يذهبون أبعد من ذلك إلى القول بأن المقاومة هي من باتت ترد
خدع إسرائيل. وللتأكيد على ذلك موضوع الخيمة التي تحولت إلى خيبة لدى القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية التي وقفت عاجزة عن اتخاذ قرار بشأنها، بل لجأت إلى الدبلوماسية. يعني الجيش الإسرائيلي العدواني الذي يطلق على نفسه جيش الدفاع للمرة الأولى أصبح يتمتع بهذه الصفة، وأصبح جيش دفاع وليس جيش هجوم. وما يعني ما قاله أيضا عموس يدلن وهو رئيس الاستخبارات العسكرية السابق لإسرائيل، كانت البوابة الشمالية هي بوابة عبورنا إلى الجنوب اللبناني. اليوم بتنا نخشى من أن تعبر قوات المقاومة من هذه البوابة إلى شمال فلسطين، وبالتالي انقلبت الآية وانقلبت الصورة. وليس علينا أن نلقي نظرة على الصحافة الصفراء اللبنانية التي ترسم سيناريوهات خيالية حول تنسيق أمني أو تنسيق سياسي مع العدو الإسرائيلي تمهيدا لترسيم الحدود البرية كما حصل في ترسيم الحدود البحرية. هؤلاء تعودوا على الخذلان، تعودوا على التقليل من يعني إنجازات التي تحققها المقاومة والتي دائما ما تصب في مصلحة لبنان. يعني بعد ترسيم البحري عنونت الصحافة الإسرائيلية أنها الخيبة الكبرى والتنازلات الكبرى المؤلمة التي قدمناها. واليوم إذا كان هذا الفعل المقاوم أتى بنتائج لمصلحة لبنان، فعلينا أن نرفع القبعة أيضا لهذه المقاومة، وأن نؤكد على أن المعادلة التي أرساتها الدولة اللبنانية الجيش والشعب والمقاومة هي المعادلة الأمثل، بعيدا عن التشكيك بهذه المعادلة وبقوتها الرادعة. الحديث عن خلافة يعني حاكم المصري في رياض سلامة حديث ذو شقين، من يخلف بمعنى من يجلس مكانه، والشق الثاني له علاقة بالإجراءات والتدابير التي ابتدعها بين هلالين إذا صح التعبير رياض سليمي إبان 30 سنة من حكمه لهذا المصرف، واللي جزء منها يعني هو متهم بأنه وصل سياسته إدائه هندسيته المالية وصل البلد إلى ما وصلت إليه من تردي من انهيار مالي من انهيار نقدي. يعني البعض يتهيب الآن أنه من سيحكم أو من سيليه من سيخلفه سيحمل يعني تركة ثقيلة جدا، لن يكون بمقدوره ببساطة أنه يرجع يعيد إصلاح ما أفسده دهر رياض سليمي. البعض عم يتحدث عن إلغاء كل ما له علاقة بتركة سليمي مثل الصيرفة مثل القوانين أو التعاميم 128 وسواها، خصوصا انه المؤهل للوراثه اللي هو النائب الاول لحاكم مصرف لبنان منصوري هو اساسا يعني يعترض على كل هذه الاجراءات واعترض عليها. فبالتالي نحن يعني وان كان البعض حتى ما نكون يعني مجملين سيفرح بخروج رياض سليمي سواء الى الحبس او الى غيره، لكن يعني نحن نخشى من مرحلة ما بعد رياض سليمي. هل سنعود إلى مرحلة ارتفاع الصاروخي للدولار؟ سؤال مطروح. هل سيعني نعيد هيكلة القطاع المصرفي في لبنان على نحو يعيد ودائع اللبنانيين؟ كمان السؤال مطروح. نحن يعني قد نكون مسرورين لمغادرة رياض سليمي، ولكننا يعني لدينا هواجسنا ومخاوفنا من مرحلة ما بعد رياض سليمي بصرف النظر عن من سيخلف رياض سليمي. المتوقع اليوم انه الموسم السياحي يكون واعد. الارقام اللي عم ينحكى فيها هو تقريبا 1.5 مليون زائر على لبنان بين سائح ومغترب. وزير السياحة قال انه حوالي 10 مليار دولار رح يدخلوا خلال موسم الصيف من قدوم الزائرين يعني السواح والمغتربين. هذا الامر حكما رح يؤدي لتحريك العجلة الاقتصادية، يعني المطاعم، الفنادق، المنتجعات، الملاهي الليلية، أكيد الدورة الاقتصادية رح تتحرك، ولكن هذا الأمر ما رح يأثر على سعر الصرف لسبب واحد، إنه هذه الأموال ما بتدخل بالقطاع المصرفي لا تأثر على انخفاض أو ارتفاع الدولار، ولكن الأكيد أنا رح تأدي لتحريك العجلة الاقتصادية بالبلد خلال هذا الموسم اللي بيمتد تقريبا لنهاية أيلول.
ليكي فكرت كتير بالاعتزال، بس قلت لا، ما ضروري اطلع اعلن اعتزالي في فترة ركود هلا، بانتظار شيء يحرك لي هيك طيور، يعني اذا بدك ترجع تحمسني لاشتغل شيء، واذا ما في دور فعلا بيلمسني ما بدي بقى العب. يعني مش هاي المهنة مش بس لحتى نطلع فيها مصاري، ما بدي اعتبرها هيك، هيدي شغف، هيدي حب. فاذا هولي ماتوا مات كل شيء، فما بدي تكون عم بخلص سنيني اذا بدك بقصص بلا طعمه. خليني ضلني بمحل منيح، يا اما ما اجاني بكون وقفت هون، بس بدون ما اطلع اعمل هاي البروباغندا تبع انه انا اعتزلت الفن ليبلشوا كل العالم، لا بليز، لا مش هيك. ناطره بنشوف، ما بنعرف، يمكن اي يمكن لا. هاي لوري. هاي جورج. اليوم جايين نحكي بشكل سريع لان عندنا في الناس عم بيسمعوا بفارتيفال، اللي هي فارتيفال يعني ايفنت الفارتيفال نهار الاحد هون بمدرسه فيبسيميانز. بدنا شويه انفورميشن، اي ساعه بيجوا، شو راح يعملوا، شو هو فارتيفال؟ فارتيفال هي كانت ايام الالهه اصغيك وتحولت تتصير سيلبريشن ديني تراثي للارمن، وحبينا هذه التراديسيون نجيبها على لبنان. اوكي، شو بدنا نعمل بالنهار؟ فارتيفال كنايه عن تحمموا بعض بالمي. اوكي، ووتر اكتيفيتيز، ناس بكبوا المي على بعض. yes. اوكي، سو عملناها شوي مودرن مودرنايزد، صار في انفليتابلز. نبلش الايفنت الساعه 11 لكل الاعمار. yes. الفاميليز كلهم بيقدروا يجوا. وي الليبانيز ار انفايتد، بكل اعمارهم يكونوا هون الساعه 11. لاي ساعه وشو الانكلودينج، شو رح يعملوا؟ هي بتبلش 11، الساعه 12 بيجي الخوري ببارك المي. اوكي، ومن بعدها في باراد وفي شوز وفي تياتر وفي يتعرفوا على الرقص الارمني الكوتشاري كلهم سوا. يس، ولايف دي جي اول داي لونج. اوكي، هيدي لاي ساعه؟ للساعه 6. شو بنعمل الساعه 6؟ الساعه 6 لا اكيد، لا سانست افتر بارتي. سانست افتر بارتي، سو بنطفي الجيبون فلابل وبنروح على سانست بارتي. والناس اللي ما بدها تصير معي وبدها تتفرج وحب تشوف هالايفنت، شو فيها تعمل؟ فود كورت. yes. تتفرج بدون ما يصيروا معي. اكيد. اوكي، سو نحن رح نقول لهم للناس اهلا وسهلا فيكم، وبننطروا نهار الاحد ان الله راد. والتيكتس على الباب. اوكي، بعد الفيديوز اللي كنا شفناه هون امبارح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما في حدا منا منهز وما في حدا منا متضايق. انا شخصيا كل فيلم او كل فيديو كنت عم شوفه عده مرات لاقدر اعمل تقييم كيف عم بتصير الامور، كنت عم كاني عم بحضره اول مره. سو يلي صار دور النقابه باجتماعنا اللي صار امبارح، الاجتماع الطارئ اللي طلع من وراه بيان، اكيد بنستنكر لا بل بنرفض يلي صار، لانه هيدا ضد مبادئنا كاصحاب حضانه كنقابه وانسانيا. انسانيا بالاخر ما حدا له حق يمد ايده على طفل وين ما كان يكون، ان كان بالبيت، ان كان بالمدرسه، ان كان بالمستشفى، ان كان وين ما كان. فكيف إذا كانوا أهل عاطينا أطفالهم لحتى نهتم فيهم نفسياً علمياً تربوياً ثقافياً بإطار صحي، نيجي نحنا نعمل هذا الشيء معهم؟ أكيد في خطأ كتير كبير. شو دور النقابة بهذا الموضوع؟ وشو عملت النقابة لحتى تقدر تراقب يعني تطبيق مرسوم فتح واستثمار حضاني؟ الحضانات لما بدهم يفتحوا بياخذوا رخصتهم من وزارة الصحة، اللي هي الجهة المعنية الوحيدة اللي لازم تراقب تطبيق هذا المرسوم. إنما النقابة نحن دورنا هو رفع مستوى المهنة. أكيد رفع مستوى المهنة ما بصير هيك بالكلام. نحن قبل كورونا كنا نعمل تقريبا بين 12 و15 ورشة عمل مفتوحة لأصحاب الحضانات وللموظفين عندهم. بعد كورونا وأثناء كورونا حتى ما وقفنا وما غيرنا، بالعكس زدنا ورش العمل لحتى صاروا تقريبا كل 15 يوم تريننج، كل 15 يوم موجه لأصحاب الحضانات، موجه للعاملين بالحضانات، أكيد عن التعقيم وأكيد عن نفسيات الطفل ونفسيات الحاضنات. ما خلينا موضوع، بس من المواضيع المهمة اللي كانت دايما النقابة عم تتعاطى فيها، اللي هي حماية الطفل ضد العنف، العنف اللفظي، العنف الجسدي،
جميع انواع العنف ممنوعه، ما حدا له حق، ايفن اهله ما لهم حق يضربوه، بس نحن ببلد هون ما حدا عم بيراقب المواضيع. اشتركنا مع شركه كنديه وجابت لنا عملت لنا بسنه 2011 وضلينا عم نكفي فيه مع الحضانات، كيف بدنا نحمي الطفل ضد العنف؟ هذا دور النقابه، انه نرفع مستوى المهنه ونعلي دورهم للحاضنات ولاصحاب الحضانات. بس انا التمني اللي بطلبه دائما دائما دائما، اذا كان تعدل المرسوم يلي صار له سنين ما تعدل، وهذا اللي بيقدر يكمش الموضوع، المرسوم اذا تعدل بدي اطلب فيه انه يكون صاحب الحضانه سيفيته تكون مقدمه، يكون معروف من هو صاحب الحضانه، هل هو فاتح هالمطرح وتركه بين ظهره، هل هو عم بيعكس البوزيتيف ولا النيجاتيف محل ما هو موجود. كثير مهم السيره الذاتيه تبع صاحب الحضانه، وبذات الوقت لما بدهم يعملوا ريكروتمنت، لما بدهم يوصفوا اشخاص، بده يقعد معهم حدا مسؤول، مش اي حدا جاي انا بدي اشتغل قوم تفضل، يدرسهم نفسيا، لانه اللي صار امبارح هذا مرض نفسي، وتنفرض مركب بدي روح للجهه الثانيه، تنفرض مركب يلي عمله حدا ناقص. بس انا هون بالمناسبه بدي اقول هاي الانسانيه اللي صورت مع اشتراكها بالجريمه، يعني هي اشتركت بالجريمه لانه كانت عم تنظر لها وعم بتشوفها وعم بتصورها، بدي من ميله تانية اتشكرها لانه فتحت المجال هون بهالطريقه هاي، لانه يتضوى اكثر على شو عم بصير بالاماكن المخفيه، ان كان حضانات ولا بيوت ولا ما بدي اعدد كل الاماكن اللي ممكن يكونوا الاطفال موجودين فيها. بس بدي اتشكرها اللي ضوت على الموضوع، بركي يكون عبرة لمن لم يعتبر. شكرا.